بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي المعصوم قبل النبوة وبعدها، عن الكبائر والصغائر عمدا وخطأ وسهوا، سرا وعلانية، ظاهرا وباطنا، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 52 بعد 100 من سلسلة دروس كتاب اللباب، شرح متن الكتاب للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيم الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: ولا يزال الكلام في كتاب السير وإذا لحقهم المدد. ما هو المدد؟ قال: وهو ما يرسل إلى الجيش ليزدادوا. وفي الأصل، في الأصل معنى المدد في الأصل ما يزاد به الشيء ويكثر. قهستاني: وإذا لحقهم المدد في دار الحرب، يعني وهم في دار الحرب، أرسل الإمام المدد للجيش، والجيش قد دخل دار الحرب، وصل المدد إلى دار الحرب قبل أن يخرج الجيش بالغنائم من دار الحرب، قبل أن يخرج الغنيمة إلى دار الإسلام، وقبل القسمة وبيع الغنيمة، ولو بعد انقضاء القتال شاركوهم فيها. ليه؟ قال: لوجود الجهاد منهم من المدد معنى قبل استقرار الملك للعسكر، قبل أن يستقر للعسكر الملك في هذه الغنائم، ما استقر ملكهم بعد. ولذا ينقطع حق المشاركة بالإحراز، يعني بالإحراز بدار الإسلام. إذا أحرزوا الغنائم وأدخلوها إلى دار الإسلام فقد أحرزوها، وانقطع حق الشركة فيها، وصارت هي للمجاهدين فقط. أو بقسمة الإمام في دار الحرب، يعني الإمام قسم الغنائم في دار الحرب، ثم بعد ذلك لحقهم المدد. قال: لا حق لهم فيها، لا حق لهم. ليه؟ لأن المقاتلين قد ملكوا حصصهم في هذه الغنائم، فتنقطع، ينقطع حق الشركة. قال: أو بيعه المغانم فيها، يعني الإمام السلطان قائد الجيش باع الغنائم في دار الحرب قبل أن يصل المدد، كذلك ينقطع حق الشركة فيها. قال: لأن بكل منها، يعني بكل واحدة من هذه الثلاثة التي تقدم ذكرها، وهي الإحراز بدار الإسلام، القسمة في دار الحرب، البيع في دار الحرب، لأن بكل منها يتم الملك، الملك لمن؟ للمجاهدين، للمقاتلين، فينقطع حق شركة المدد، فلا يستحق المدد شيئا بعد ذلك، لأنه لا حق له فيه. قال: ولا حق لأهل سوق العسكر في الغنيمة. يعني كان في الماضي عندما تخرج الجيوش للقتال والجهاد يخرج مع المقاتلين التجار، يخرجون بالبضائع من أجل أن يشتري المجاهدون منهم طعاما، شراب، إلى غير ذلك، لأن الحملات كانت تستمر شهرين وثلاثة وربما سنة، فالتجار يخرجون مع المقاتلين ويعملون، يفتحون الأسواق بجانب الجيوش، بجانب الجيوش، معسكرات بجانب المعسكرات، ويبيعون الطعام والشراب إلى غير ذلك. فهل أهل السوق أولئك يأخذون من هذه الغنائم؟ قال: لا، إلا أن يقاتلوا مع المجاهدين، فإن شاركوا في القتال، يعني أحدهم خرج تاجرا ومقاتلا،
فعندها ينال حظه من الغنائم بما شارك من القتال. قال: ولا حق لأهل سوق العسكر في الغنيمة إلا أن يقاتلوا، لأنهم لم يجاوزوا على قصد القتال. لاحظ، لأن أهل السوق لم يجاوزوا دار الحرب على قصد القتال، بل قصدهم التجارة. قصدهم إيش؟ التجارة. نعم، وليس قصدهم إرهاب العدو. فانعدم السبب الظاهر، وهو ما هو السبب الظاهر؟ ما هو السبب؟ فانعدم السبب الظاهر المثبت لهم الحق في الغنائم. ما هو هذا السبب الظاهر؟ هو أن يجاوزوا دار الحرب بنية القتال، فانعدم هذا السبب الظاهر. إذا ممكن أن نكتب نحن هنا: انعدم السبب الظاهر، يعني قلنا السبب المثبت لهم الحق في الغنائم، والله تعالى أعلم. قال: فيعتبر السبب الحقيقي. فيعتبر، إذا الآن لما أخذوا البضائع وأدخلوها معهم وفتحوا الأسواق، فهذا سبب ما عملوا به، سبب يعني نفى السبب الظاهر. الآن إن شاركوا في القتال، فإن شاركوا في القتال اعتمدنا السبب الحقيقي وهو المشاركة في القتال. قال: وهو قصد القتال. قال: فيعتبر السبب الحقيقي وهو قصد القتال، فيفيد الاستحقاق على حسب حاله. إذا كان هذا التاجر فارسا وقاتل فيأخذ نصيب فارس، وإن كان راجلا وقاتل يأخذ نصيب راجل، فارسا أو راجلا عند القتال. إذن قال: وإذا أمن رجل حر أعطى الأمانة، رجل حر أو امرأة حرة أعطى كل منهما الأمانة لكافر. وإذا أمن رجل حر أو امرأة حرة أو امرأة حرة كافرا واحدا أو جماعة من الكفار أو أهل حصن، واحد من المجاهدين أعطى الأمانة لأهل حصن أو مدينة، قال: صح أمانهم، صح أمانهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، والمراد بأدناهم الواحد، يعني الواحد منهم، يعني أقلهم عددا. قال: صح أمانهم، لأنه من أهل القتال، لأن كل واحد من الرجل والمرأة اللذين أعطيا الأمان، كل واحد منهم من أهل القتال، من أهل القتال. أين الله؟ إذ هو من أهل المنعة، هذا الذي أعطى الأمان من أهل المنعة، فيتحقق منه الأمان، ثم يتعدى إلى غيره، ثم يتعدى الأمان إلى غيره، فصار حكمه كما قالوا حكم الشهادة في ثبوت رمضان، هو رآها، فصار رمضان فرضا في حقه الصيام، فلما تكلم صار فرضا في حق كل من صدقه. معذرة مولانا، ممكن سؤال؟ فضل يا أستاذ. أنا ضمير في هذا الكلام، لأنه من أهل القتال، إذ هو أهل المنعة، إذ هو الضمير يعود إلى إذ كل، ذكرها باعتبار كل من الرجل والمرأة،
بارك الله فيك. أكرمكم الله. قال ولأن سببه يعني سبب الأمان، ولأن سبب الأمان وهو الإيمان، يعني لماذا صح مني أنا أن أعطي الأمانة؟ ما هو السبب؟ الإيمان، أني من المؤمنين. قال لا يتجزأ، فكذا الأمان فيتكامل، يعني إيش يتكامل؟ يعني ينفرد كل مسلم بإعطاء الأمان بسبب وجود الإيمان عنده، لأن سبب إقدارك على إعطاء الأمان هو ما تتمتع به من الإيمان. قال فكذا الأمان فيتكامل كولاية النكاح. إيش يعني كولاية النكاح؟ فيما لو أن المرأة كان لها عدة أولياء في درجة واحدة، فقام أحدهم بالتزويج، ليس للآخر أن يمنع لوجود السبب في حقه كاملا. وكذلك هنا قال وحيث صح أمانهم، أمان الرجل وأمان المرأة، أي وحيث صح أمانهم يعني صح أمان أولئك، صح إعطاء الرجل الأمان لأهل الحصن، وصح إعطاء المرأة الأمان لأهل المدينة، فصار أهل المدينة وأهل الحصن آمنين. وحيث صح أمانهم لم يجوز لأحد من المسلمين قتلهم ولا التعرض لما معهم، هؤلاء أخذوا الأمان. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون، لاحظ، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، أي أقلهم. نعم، عندي المسلمون يد على من سواهم، تحت قوسين بينهم. لا، المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهذا هو الحديث، هكذا الحديث، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، أي أقلهم، وأقلهم هو الواحد هداية. هذا الكلام ليس على إطلاقه، يعني أن الرجل يعطي الأمان لأهل مدينة فيقبل منه، والمرأة تعطي الأمان لأهل حصن فيقبل منها، هذا ليس على إطلاقه، هذا مقيد حيث لا توجد مفسدة. يعني إذا كان الجيش قد قارب على فتح الحصن، ما هي إلا ساعات وينهار الحصن ويفتح ويصبح كل ما في الحصن من غنائم المسلمين، يأتي رجل ويقول أنا أعطيت الأمانة لأهل الحصن، لا يقبل منه هذا الكلام، لأن هذا فيه مفسدة وضرر. قال لذلك قال إلا أن تكون في ذلك مفسدة تلحق المسلمين فينبذ الإمام إليهم أمانهم. لاحظ، يقول الإمام لا، ويخاطب أهل الحصن وأهل المدينة بأننا نرد عليكم الأمان، وأمان هذا الرجل غير مقبول، كما إذا كان الأمان منهم، يعني كما إذا لو أن الإمام نفسه هو قد أعطاهم الأمان، ثم ظهر له أن المترتبة على هذا الأمان مفسدة فينبذ إليهم أمانهم، ثم رأى المصلحة في النبذ كما مر. سيدي، نعم يا أخي تفضل. إذا كان الأمان منهم يعني من الإمام، كما إذا كان الأمان منهم، نعم، يعني تقدير كلام، كما إذا آمن الإمام بنفسه، يعني كما إذا كان الأمان منهم، يعني ينبغي أن تكون منه هو.
كما إذا نعم كان مولانا نحن صححنا لنبغي أن تكون منه هذه. من عنده منكم منه؟ لا أنا بعد التصحيح. أيوة هنا ينبغي أن تكون هذه منه من الإمام، يعني كما إذا آمن الإمام آمنهم الإمام بنفسه. أي نعم كما إذا كان الأمان منهم. أي نعم لا ينبغي أو لها وجه، هي لها وجه ولكن ينبغي أن تكون منه هذا الأفضل لعل الصواب. هذه تحتاج إلى مراجعة. لعل الصواب منه. على كل هي لها وجه، كما إذا كان الأمان منهم يعني هم الكفار، يعني الكفار أعطوا المسلمين الأمان، الكفار أعطوا المسلمين الأمان، ثم رأى الإمام المصلحة في نبذ هذا الأمان نبذه، يعني تصحح على هذا، وأنا سأكتب هذا عندي على هامش الكتاب. ويمكن أن يكون المعنى أن الكفار أعطوا المسلمين الأمانة ثم لا إله إلا الله رأى الإمام المصلحة في نبذ الأمان، يعني ممكن لا مانع من ذلك والله أعلم. قال ولا يجوز أمان ذمي. هلا سيأتي معنا أو مر معنا سيأتي معنا أنه لا مانع أن يخرج ذمي ليقاتل معنا ينتفع به، يدلنا على الطرق، يرشدنا إلى آخره. فإذا أعطى هذا الذمي الأمان لأهل حصن مدينة غير ذلك لا يقبل منه لأنه متهم، لا يقبل أمانه، لا يقر. قال ولا يجوز أمان ذمي لأنه متهم بهم، ولا ولاية له على المسلمين، ولا أسير أيضا، ولا تاجر يدخل عليهم أيضا لا يقبل. أن أحبابنا شرط الأمان كما مر معنا قبل قليل أن يكون المؤمن ذا مناعة، يعني الكفار يخافون منه ويهابونه وله شوكة. أما إذا كان في بلادهم تاجرا أسيرا وأعطاهم الأمان لا يقبل أمانه لأنهم هم لا يخافون منه. قال لأنهما، لأن الأسير والتاجر الذي في بلادهم دخل عليهم مقهوران تحت أيديهم فلا يخافونهما، يعني فلا يخاف أهل الحرب من الأسير والتاجر. والأمان يختص بمحل الخوف، يعني أنا متى أعطيك الأمان؟ إذا كنت خائفا مني. أما إذا لم تكن خائفا مني أنت لا تحتاج إلى هذا الأمان. فلذلك الآن من الذي يخاف، التاجر أم الكفار؟ التاجر هو الخائف، فكيف يعطي الأمان؟ فلا يصح. قال ولأنهم كلما اشتد الأمر عليهم يجدون أسيرا يأخذون، كلما اشتد الأمر على الكفار في الحصار، كلما اشتد الأمر عليهم يجدون أسيرا أو تاجرا فيجبرونهم على أن يعطوهم الأمان، يأخذون التاجر ربما يعذبونه ويقولون له أعطنا الأمان وأرسل إلى السلطان كتابا بذلك، فيكون أعطاهم الأمان بالإكراه. ولأنهم كلما اشتد الأمر عليهم يجدون أسيرا أو تاجرا فيتخلصون بأمانه، وبالتالي فلا ينفتح باب الفتح، يغلق باب فتح بلاد الكفار. هداية.
ولا يجوز أمان العبد عند سيدي أبي حنيفة، لأن الأمانة عقد من جملة العقود، والعبد محجور عليه، فلا يصح عقده إلا أن يأذن له مولاه في القتال، لأنه يصير مأذونا، فيصح عقد الأمان منه. وقال أبو يوسف ومحمد: يصح أمانه لأنه مؤمن ذو قوة وامتناع يتحقق منه الخوف، والأمان مختص بمحل الخوف. قال جمال الإسلام في شرحه: وذكر الكرخي قول أبي يوسف مع أبي حنيفة، وصحح قول أبي حنيفة، ومشى عليه الأئمة البرهاني والنسفي وغيرهما تصحيح. قال: وإذا غلب الترك جمع تركي على الروم جمع رومي، والمراد كفار الترك وكفار الروم، فسبوهم، يعني سبى الترك الكفار الروم الكفار، فسبوهم وأخذوا، يعني أخذ كفار الترك أموال كفار الروم، وسبوا ذراريهم ملكوها، صارت هذه ملكا لكفار الترك، لأن أموال أهل الحرب ورقابهم مباحة فتملك بالأخذ. فإن غلبنا على الترك، الآن قاتلنا الترك الكفار وغلبناهم، فإن غلبنا على الروم، غلبنا على الترك والروم بعد ذلك، فسبيناهم وأخذنا أموالهم، حل لنا ما نجده من ذلك الذي أخذوه من الروم اعتبارا بسائر أموالهم. وإذا غلبوا، أي الكفار، على أموالنا ولو عبيدا أو إماء مسلمين، فأحرزوها بدارهم، يعني أخذوها وأوصلوها إلى دارهم، دار الكفر، ملكوها، صارت الآن ملكا لهم، لأن العصمة من جملة الأحكام الشرعية. العصمة أن يكون المال معصوما، أن يكون المال معصوما غير مستباح، لأن العصمة من جملة الأحكام الشرعية، والكفار غير مخاطبين بالأحكام الشرعية، فلذلك قال: إذا أحرزوها إلى بلادهم ملكوها. فبقي في حقهم مالا غير معصوم، يعني صار هذا المال، العبيد والإماء التي عندنا وهم أخذوها غنائم، صارت بالنسبة لهم أموال غير معصومة، فإذا أحرزوها ملكوها فيملكونه، كما حققه صاحب المجمع في شرحه. قيد بالإحراز لأنهم قبل الإحراز بها لا يملكون شيئا، لاحظوا أحبابنا الآن الكلام، حتى لو اشترى منهم تاجر قبل الإحراز، يعني سلبوا أموال المسلمين وغادروا إلى بلادهم، وهم في الطريق مر تاجر بهم وجد عندهم 10 عبيد، قال: تبيعوني هذه العبيد؟ قالوا: نعم. فاشتراها وجاء بها، عاد بها إلى بلاد الإسلام حيث سلبت منها. لو اشترى منها تاجر قبل الإحراز ووجده مالكه أخذه بلا شيء، فلما رجع قال أحد: هذا العبد لي، لقد سلبه الكفار مني. قال: يأخذه بدون شيء. ليه؟ قال: لأنهم لم يملكوها بعد. فيكون مثله مثل من اشترى مالا مغصوبا، الغاصب لا يملكه، وذكرنا هذا سابقا، أنت اشتريت بضاعة مغصوبة، ما الحكم؟ وجب عليك أن تردها إلى بائعها، وحرم عليك الانتفاع بها بجميع أنواع الانتفاع، حتى البيع يحرم، لأن البيع نوع من أنواع الانتفاع. ولنا وتردها بلا مقابل. نعم، فضل.
عندي تاجر شيئا. تاج ايه؟ حتى اقرا عبارة، اقراها. لو اشترى منهم تاجر شيئا قبل الإخراز. لو اشترى منهم تاجر شيئا، في كلمة شيئا عندك زيادة. لو اشترى منهم تاجر شيئا قبل الإحراز، تكون كلمة شيئا أفضل. زيادة كلمة شيئا هذه أفضل. إيه نعم. نسخة شيئا. قال فإن ظهر عليها أي على دارهم المسلمون بعد ذلك، بعد أن الآن سلب الكفار أموال المسلمين وأحرزوها في دارهم، جهز أمير المؤمنين قائد المسلمين جيشا ومن أجل أن يسترد أموال المسلمين، لا كما يفعلون في هذه الأيام اليهود يضربون والكفار يضربون بلاد المسلمين، ثم يقول أحدهم نحتفظ بحق الرد، وتمضي 10 سنوات و20 سنة و30 سنة وهو يضرب ويقصف وهو يقول نحتفظ بحق الرد. لا، مباشرة جهز هذا الجيش الأمير جيشا ولحقهم إلى دار الكفار. قال فإن ظهر عليها أي على دارهم المسلمون بعد ذلك فوجدوها أي وجد المسلمون أموالهم قبل القسمة بين الغانمين فهي لهم بغير شيء ترد للمسلمين، لأن المالك القديم زال ملكه بغير رضاه فكان له حق الأخذ نظرا له، وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن أحبوا، يعني المالك يأخذ عين ملكه ممن ملكه بالقيمة. يعني كيف؟ انتبه عليه. اقتحم بلاد الكفار بلاد المسلمين وانتصروا عليهم وسبوا أموالهم وأخذوها وأحرزوها في بلادهم، ثم قام أميرهم بتوزيعها على الجند، فكان زيد العبد من حصة فلان الكافر، ففلان الكافر باع هذا العبد لفلان المسلم، باعه 100,000. الآن دخل المسلمون بلاد الكفار وانتصروا عليهم، فوجد وأحدهم عبده زيد موجود عند فلان المسلم، ماذا يفعل؟ قال يأخذه بالقيمة، يأخذه بالقيمة. يقول فلان التاجر أنا اشتريته ب1,000، ننظر ما هي قيمته، 100 درهم، يعطيه 100 ويأخذ. قيمته أكثر من 1,000، يدفع له القيمة ويأخذ العبد، يأخذه بالقيمة. قال يعني مولانا يجب لهذا الفلان المسلم ان يرد هذه الاشياء؟ نعم، او يجب له؟ لا لا طبعا ياخذ يلزم بذلك ولكن بالقيمه، ياخذها بالقيمه، فان رفض ان ياخذها بالقيمه لا ياخذها بدون مقابل، لا ياخذها بدون مقابل. قال فوجدوها أي وجد المسلمون أموالهم قبل القسمة، قرن هذا الكلام. قال فهي وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن أحبوا، لأن من وقع المال في نصيبه يتضرر بالأخذ منه مجانا، لأنه استحقه عوضا عن سهمه في الغنيمة. الله، انتبه علي الآن، هناك كذلك معنى آخر، هنالك كذلك معنى معنى، انتبه معنى هذه العبارة. الآن اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق، بعد أن دخل الكفار بلاد المسلمين وسبوا
أموالهم وذهبوا إلى بلادهم، وذهبوا إلى بلادهم. قلنا إيش؟ أحرزوا هذه الأموال، أحرزوا هذه الأموال. هنا الآن جهز أميرنا جيشا وذهب إلى بلاد الكفار، وذهب إلى بلاد الكفار وانتصر عليهم وأحرز جميع الأموال، جميع الأموال أحرز. هذا هو المعنى الصحيح، هذا هو المعنى الصحيح. فأميرنا أحرز جميع الأموال التي كانوا قد سرقوها، قد غنموها من عندنا، أحرزها كلها وأخذها ووضعها هكذا جانبا قبل أن يقسمها بين المجاهدين. جاء رجل فقال: هذا العبد لي، نقول له خذه. هذا الذهب لي، نقول له خذه. هذه الجمال لي، خذه بدون مقابل. الآن بعدما أحرز الأمير، أميرنا الغنائم، قام بتقسيمها، قام بإيش؟ بقسمتها. زيد خذ أنت هذا، عمر خذ هذا، بكر خذ هذا، محمد خذ هذا، وزع الغنائم. فدخل رجل من المسلمين فنظر فإذا بزيد المجاهد المقاتل قد ملك عبدا، فيقول: هذا العبد لي، هذا إيش؟ العبد لي. فنقول له: إما أن تأخذ هذا العبد من فلان المجاهد بقيمته أو ليس لك شيء. هذا معنى هذه الجملة، هذا معنى هذه العبارة. فهمنا أحبابنا؟ إذن نقرأ العبارة من أولها. فإن ظهر عليها، أي على دارهم، دار الكفار المسلمون بعد ذلك، فوجدوها، أي وجد المسلمون أموالهم قبل القسمة بين الغانمين، قال: فهي لهم بغير شيء، لأن المالك القديم زال ملكه بغير رضاه، فكان له حق الأخذ نظرا له. وإن وجدوها أصحاب الأموال، وجدوا هذه الأموال بعد أن قسم الإمام الغنائم بين المجاهدين، قال: أخذوها بالقيمة إن أحب، لأن من وقع المال في نصيبه من المجاهدين المسلمين يتضرر بالأخذ منه مجانا، لأنه استحقه عوضا عن سهمه في الغنيمة. فقلنا: بحق الأخذ بالقيمة لما فيه من النظر، من رعاية المصلحة للجانبين، للغانم المجاهد ولصاحب الحق الأصلي، كما في الهداية. قال: وإن دخل إلى دار الحرب تاجر. لاحظ الآن تفصيل الكلام، الآن انتبه. قال: وإن دخل إلى دار الحرب تاجر بعد أن ملك الكفار أموال، سلب الكفار أموالنا وساقوها إلى بلادهم، ماذا نقول إذن هنا؟ أحرزوا أموالنا، يعني ملكوها. فذهب تاجر مسلم إلى بلادهم، وإن دخل إلى دار الحرب تاجر فاشترى ذلك المال وأخرجه إلى دار الإسلام. لاحظ الصورة الأولى ذكرناها قبل قليل، اشترى التاجر المتاع قبل أن يحرز الكفار المال إلى بلادهم، وهم في الطريق اشترى منهم. قلنا يرجعه إلى المالك بدون مقابل. الآن لا، أحرز الكفار أموالنا في بلادهم، يعني ملكوها، ثم جاء الآن التاجر ودخل بلادهم، ودخل بلادهم واشترى تلك الغنائم البضائع وعاد بها إلى دار الإسلام. فمالكه الأول بالخيار، إن شاء أخذه بالثمن الذي كان اشتراه به التاجر من العدو دون ربح، دون زيادة، وإن شاء تركه. ليه؟ لاحظ، بالثمن لا بالقيمة. بالقيمة
إن كان أراد صاحب المال أن يسترد ماله من الغانمين يستردها بالقيمة، أما من التاجر يستردها بالثمن كي لا يتضرر. قال لأنه يتضرر، لأن التاجر يتضرر بالأخذ مجانا، ألا يرى أنه دفع العوض بمقابلته؟ فكان اعتدال النظر فيما قلنا، يعني كان رعاية المصلحة فيما ذكره الشيخ. مولانا إذا كان هذا التاجر غير مسلم، حتى لو كان غير مسلم يا أخي، حتى ولو كان غير مسلم لا ذنب له، هو اشترى بضاعة. قال ولو اشتراه بعرض، يعني صار مقايضة، اشترى عبدا بأمة مثلا، اشترى عبدا بناقتين، ولو اشتراه بعرض يأخذه بقيمة العرض. ننظر، يقول هذا عبد دي عبدي، فيقول له التاجر لقد اشتريته ببقرتين، دفعت ثمنه بقرتين، فننظر ما هي قيمة هاتين البقرتين، قيمتهما 100 درهم، نعطيه 100 درهم ونأخذ العبد. قال ولو وهبوه له، يعني ذهب هو ليشتري بضاعة من عند الكفار، فاشترى بضاعة كثيرة فأعطوه هدية عبدا من العبيد، خذ هذا هدية، ثم جاء هذا التاجر بالبضاعة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، فإذا بواحد ينظر هذا العبد لي، أي عبد الذي قدم له هدية هبة؟ قال ولو وهبوه له، قال يأخذه بقيمته لأنه ملكه، وإن كان هبة لأنه ثبت له ملك خاص فلا يزال إلا بالقيمة، هداية. قال ولا يملك علينا أهل الحرب بالغلبة علينا، يعني قلنا قبل قليل بأن الكفار إذا دخلوا بلادنا وسلبوا أموالنا وعبيدنا وأخذوها إلى بلادهم أحرزوها ملكوها كلها. قال هنا استثناء، في عندنا استثناء، إذا سرقوا منا أخذوا منا مدبرين، قال لا يملكون المدبرين، سيأتي. قال ولا يملك علينا أهل الحرب بالغلبة، يعني الغلبة التي رافقها أخذ الأموال والإحراز في دورهم أحرزوها، لا يملكون، ولا يملك علينا أهل الحرب، ولا يملك علينا أهل الحرب بالغلبة علينا مدبرين وأمهات أولادنا ومكاتبين وأحرارنا، أحرارنا، أحرارنا لا تصير عبيدا وإن أسروا، لأنهم أحرار، لأن المدبرين وأمهات الأولاد والمكاتبين أحرار من وجه، والحر معصوم بنفسه، معصوم بنفسه إنا، فلا يملك. قال ونملك عليهم، يعني على أهل الحرب، ونملك عليهم يعني على أهل الحرب إذا غلبنا عليهم جميع ذلك، جميع إيش يعني جميع ذلك؟ يعني مدبريهم ومكاتبيهم وأمهات أولادهم وأحرارهم، نملك جميع ذلك لعدم عصمتهم. قال وإذا أبقى عبد من دارنا، هرب عبد من دارنا إلى دارهم إلى بلاد الكفار، وإذا أبقى عبد من دارنا سواء كان لمسلم، هذا العبد لمسلم، أو ذمي، كان هذا العبد لذمي، فدخل إليهم أي إلى دارهم فأخذوه، قال لم يملكوه عند سيدي أبي حنيفة. ليه؟ لاحظ الكلام، قال لظهور يده على نفسه بزوال يد مولاه. الآن لما أبقى العبد هرب ودخل بلاد الكفر، قال زالت الآن يد مولاه عنه وظهرت يده
عليه، صار هو الآن إيش؟ المالك لنفسه، ظهرت يده على نفسه. أين؟ قال لظهور يده على نفسه بزوال يد مولاه، فصار معصوما، صار هذا العبد المدبر، عفوا هذا العبد صار معصوما بنفسه، فلم يبقى محلا للملك. هذا إيش؟ إذا هرب من عندنا ودخل بلاد الحرب وصار عنده. فعند سيدي أبي حنيفة قال لا يملكونه، وقال يملكونه، والصحيح قوله، واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما تصحيح. وإذا لم يثبت الملك لهم، إذا ما ثبت لم يثبت الملك لهم في حق هذا العبد الذي أبق إليهم، قال يأخذه المالك القديم بغير شيء مطلقا، بمجرد ما عثر عليه يأخذه، موهوبا كان أو مشترا أو مغنوما قبل القسمة وبعدها، إلا أن بعد القسمة يؤدى عوضه من بيت المال، يأخذه ويؤدى عوضه من بيت المال، لأنه لا يمكن إعادة القسمة، قسمة الغنائم لا تعاد. قال إن ندى منا بعير، هرب من عندنا بعير أو فرس إليهم إلى بلاد الكفار، وإن ند منا بعير أو فرس إليهم فأخذوه ملكوه لتحقق الاستيلاء، إذ لا يد للعجماء، يعني لا يد للبهائم، لا يد للبهائم. أما في العبد تظهر يده على نفسه بإباقه عن سيده، أما البهيمة ليس لها يد لتظهر. الله. قالوا إذا لم يكن للإمام حمولة، وإذا لم يكن للإمام حمولة، ماذا يعني حمولة؟ قال فتح أوله الإبل التي تحمل، يحمل عليها يعني الغنائم. وإذا لم يكن للإمام حمولة، فتح أوله الإبل التي تحمل، وكذا كل ما احتمل عليه الحي من حمار وغيره، سواء كانت عليه الأحمال أو لم تكن، يسمى حمولة، يعني يحمل عليه البضائع. وإذا لم يكن للإمام حمولة يحمل عليها الغنائم، كيف يوصلها إلى بلاد الإسلام؟ كيف؟ قال قسمها بين الغانمين قسمة إيداع. إيش يعني قسمة إيداع؟ يعني قسمة على وجه الوديعة، وليست قسمة تمليك، يعني لا يحل لهذا الغانم أن يبيعها، أن يهبها، ولكن إن تلفت هلكت في الطريق هي غير مضمونة، لأن الودائع عندنا تقبض على وجه الأمانة. قال قسمة إيداع. ليه؟ قال يحملوها إلى دار الإسلام، كل واحد يحمل على فرسه قسما من هذه الغنائم، ثم إذا رجعوا إلى دار الإسلام يرتجعها منهم فيقسمها قسمة تمليك بينهم. وقسمة الإيداع لا تكون على حسب الحصص، قد يأخذ الإنسان فوق نصيبه ضعفين أو ثلاثة، لأنه يعطيه الإمام حسب ما يستطيع أن يحمل على دابته، فقد يأخذ أكثر من نصيبه. فإن أبوا أن يحملوها، قال لا نريد أن نحملها معنا، أجبرهم على ذلك بأجر المثل في رواية السير الكبير. طبعا والأجرة تكون من أين؟ من الغنيمة، تدفع لهم الأجرة من الغنيمة. قال لأنه دفع ضرر عام بتحمل ضرر خاص. ولا يجبرهم، إذن على الكتاب السير الكبير يجبرهم، ولا يجبرهم على رواية السير الصغير وتمامه في الهداية والدرر. قال ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة،
ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة في دار الحرب لأنها لا تملك قبلها، أي ولا يجوز الإمام أن يبيع هذه الغنائم قبل أن يقسمها لأنها لا تملك إلا بالقسمة. الآن لو أن الإمام باعها قبل أن يقسمها، ما الحكم؟ قال صح بيعها. لو أن الإمام باعها قال صح بيعها. ليه؟ قال لأن صحة بيع الغنائم قبل القسمة فصل مجتهد فيه، بمعنى أن العلماء اختلفوا في صحة البيع قبل القسمة، فمنعه بعضهم وأباحه بعضهم. قالوا من مات من الغانمين في دار الحرب قبل القسمة بعد انتهاء المعركة وقبل القسمة، مات أحد المجاهدين قبل القسمة وبيع الغنيمة فلا حق له في الغنيمة لأن الإرث يجري في الملك، ولا ملك قبل ما ذكر قبل الإحراز بدار الإسلام لا يوجد ملك، فمات هو، فكيف نعطي نصيبه إلى الورثة؟ هو بالأصل ما ملك شيئا، فكيف يورث أو كيف يورث؟ لا يصح، لأن الإرث يجري في الملك ولا ملك قبل ما ذكر كما مر. الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال من مات منهم أي الغانمين، مات من الغانمين بعد إخراجها أي الغنيمة بعد إخراج الغنائم إلى دار الإسلام أو بعد قسمتها أو بيعها ولو في دار الحرب فنصيبه لورثته لأن حقهم قد استقر بما ذكر فينتقل إلى الورثة، ينتقل حقه إلى الورثة. ثم قال ولا بأس بل يندب بأن ينفل الإمام في حال القتال. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.